قالت قناة ام تي في اللبنانية ان زعيم حركة انصار الله الحوثي عبد الملك الحوثي قد لقي مصرعه في غارات جوية لطائرات التحالف العربي بقيادة السعودية. ونسب مذيع ام تي في الخبر لقناة العالم الايرانية بالاضافة الى مصادر يمنية وصفها بالمطلعة. وقال المذيع نشرت قناة العالم الايرانية على حسابها الرسمي بتويتر فجر الاحد الخبر ونسبته لمصادر في محافظة صعدة تؤكد مقتل الحوثي اثر غارة جوية. كما لفت مذيع نشرة ام تي في ان قيادات جماعة الحوثي امتنعوا عن التعليق على انباء مقتل زعيمهم، فيما اكدت مصادر قبلية في صعدة وفق المذيع ان ثمة انباء متداولة بشكل متصاعد داخل صعدة بشأن تعرض الحوثي لإصابة بالغة خلال قصف جوي نفذته طائرة تابعة لعاصفة الحزم. واستهدف هذا القصف منزلا بمنطقة مران كان يتواجد فيها عبد الملك الحوثي برفقة ابن عمه عبد المجيد الحوثي بالإضافة إلى عدد من مساعديه. كما أوضحت ذات المصادر بحسب ام تي في أن الحوثي قد يكون قد قضى متأثرا من الإصابة ويجري التكتم على وفاته للحيل دون انهيار معنوية مقاتلي الجماعة. من جانبه قال الشيخ سالم الشدادي إن عبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي ومهدي المشاط وعدة قادة آخرين أصبحوا في قائمة الهالكين حسب وصفهم مؤكدا خبر مقتلهم. كما تحدى الشدادي أن يظهروا في قناة إخبارية بعد اليوم، فيما نشر نائب رئيس شرطة دبي السابق الفريق ضاحي خلفان تغريدة تساءل فيها عن صحة الخبر وكتب منصه فوق ما رصدت وطن عبد الملك الحوثي في خبر كان هذا. وبمراجعة وطن لحسابات قناة العالم الإيرانية على مواقع التواصل وكذلك موقعها على الإنترنت فلم يصح نشر القناة لخبر مقتل الحوثي ولا يوجد على أي من صفحاتها كما ذكرت القناة اللبنانية، لتظل هذه المعلومات حتى الآن أنباء غير مؤكدة خاصة مع عدم خروج أي بيان رسمي من قبل جماعة الحوثي بشأن هذه الأنباء. أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية اليوم الأحد تدمير مخازن للطائرات المسيرة ومنصات للإطلاق التابعة للانقلابيين في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد ساعات من تدمير التحالف طائرات مسيرة أطلقت تجاه جنوب السعودية. وأوضح التحالف في بيان له نشرته وكالة الأنباء السعودية أنه تمكن من تدمير 4 مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري، مبينا أنه استجابة للتهديد نفذنا ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء. وشدد بيان التحالف على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية. وقبل ساعات من الضربات الجوية على معاقل الانقلابيين في العاصمة التي يسيطرون عليها منذ 2014 أكد التحالف السعودي أنه بصدد الاستجابة للتهديد وأنه يجري مراقبة استخباراتية وتحضيرا عملياتيا لضربات جوية. ويوم أمس السبت تمكن التحالف الداعم للحكومة اليمنية من تدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت تجاه جنوبي السعودية. وأضاف في بيان الله رصدنا مصادر تهديد للطائرات المسيرة من داخل العاصمة صنعاء، واعتاد الانقلابيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية وأخرى يمنية مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات. في المقابل كثف التحالف مؤخرا ضرباته الجوية ضد مواقع خاضعة لسيطرة الانقلابيين بعدة محافظات بينها صنعاء. ويأتي التصعيد الجديد المتبادل بين الانقلابيين والتحالف في خضم تقدم عسكري على الأرض حققه الجيش اليمني بقيادة السعودية أمس السبت بعد استعادته السيطرة على مديرية عسيلان في محافظة شبوة شرقي البلاد بعد معارك دارية مع الجماعة. وتزامن ذلك مع إعلان التحالف السعودي تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الجماعة في مأرب، حيث نتجت الاستهدافات عن تدمير 17 آلية عسكرية والقضاء على أكثر من 160 عنصرا من الجماعة وفق بيان للتحالف. في بيان جديد للتحالف العربي مؤخرا قال إنه سيعرض أدلة تؤكد تورط حزب أبو عمامة في الصراع اليمني واستخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية واص. هذا الإعلان يأتي بالتزامن مع هجمات مكثفة للتحالف العربي
استهدفت مطار صنعاء ومواقع قال إنها عسكرية يوجد بها خبراء أجانب، منهم من يتبعون الحزب اللبناني وآخرون إيرانيون. كما يأتي بعد نحو أسبوعين من إعلان الحكومة اليمنية، وتحديدا في 9 ديسمبر، مقتل خبير عسكري من تنظيم حزب أبو عمام اللبناني في معارك بمحافظة مأرب وسط البلاد. وأفاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بمقتل الخبير والقيادي في الجناح العسكري لحزب أبو عمام اللبناني أكرم السيد بقصف مدفعي للجيش الوطني في جبهة أمريش بمحافظة مأرب. وأكد الوزير اليمني أن ذلك يعد ضربة موجعة لنظام طهران وميليشياته الطائفية، ومؤشرا جديدا على قيادته العمليات العسكرية بالمحافظة. لم يكن الأول من نوعه إعلان التحالف عن تدخل الحزب اللبناني في الحرب اليمنية، فغالبا ما يكرر اتهاماته للحزب اللبناني بدعمها للانقلابيين وتطوير قدراتهم العسكرية في مواجهة القوات الحكومية وقوات التحالف، إضافة إلى استهدافه مواقع وقيادات من الحزب. وأعلن تحالف دعم الشرعية في 18 نوفمبر الماضي استهداف منشأة سرية تضم خبراء من الحرس الثوري الإيراني والحزب اللبناني على الأراضي اليمنية. وقبلها بأسبوع قالت مصادر عسكرية إن عشرات من ميليشيات الانقلابيين الموالية لإيران لقوا مصرعهم، من بينهم خبير من حزب أبو عمام اللبناني وثلاثة من كبار قادة الانقلابيين في غارة للتحالف العربي بالجبهات الجنوبية من محافظة مأرب شمال شرقي اليمن. وفي 7 نوفمبر 2021 نقلت قناة سكاي نيوز عربية عن مصادر عسكرية يمنية قولها إن خبير صواريخ يدعى حسين دياب يتبع الحزب اللبناني لقي مصرعه بأحدى غارات مقاتلات التحالف في مأرب. أعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن تنفيذ عمليات عسكرية في محافظتي مأرب والجوف، مشيرا إلى أنها أدت إلى القضاء على العشرات من الانقلابيين الانفصاليين. وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن التحالف نفذ 15 عملية عسكرية في الجوف ومأرب خلال 24 ساعة ضد الانقلابيين. واسفرت العمليات عن تدمير 9 آليات عسكرية والفتك بمئة عنصر. وصعد التحالف العربي من العمليات الجوية في مأرب الغنية بالنفط لدعم معاركها الدائرة مع الانقلابيين هناك لدعم قوات الجيش اليمني. وتصاعد القتال بين الجيش اليمني والانقلابيين إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز محافظة مأرب التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع في اليمن. ويوجد في المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافرة النفطية، ويمثل القتال فيها أحد جوانب الحرب اليمنية التي تعاني منها البلاد منذ 7 سنوات بسبب الانقلابيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء والحكومة المعترف بها دوليا التي تسعى لاستعادة العاصمة بدعم من السعودية. نجاحات التحالف لم تتوقف عند ذلك الحد، لكنها امتدت كذلك إلى دعم قوات الشرعية سواء ماديا أو لوجستيا، وكذا من خلال عمليات التدريب ومساندة تأسيس الجيش الوطني ودعمه بالأسلحة الحديثة، ما شكل نواة جديدة للجيش اليمني وبما يساهم في استعادة وضعه ودوره في مواجهة المخاطر التي تحيط باليمن والتصدي للانقلابيين.